نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟ الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم، من أهل السلطة. نعم.